هنا حضرموت، حيث الختائم الرمضانية الجميلة عادة حميدة تقارب الناس وتحفز على العبادة وتعزز صلة الأقارب، وأهم ما في الأمر إدخال البهجة والفرح على الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي يحتفي فيه الحضارب بحبهم لهذا الدين الذي قد كانوا سبباً في نشره في الأصقاع. من أشكال محبة الحضارب لدينهم هو تعظيمهم لهذه الشعائر التي تقام خلال الشهر الفضيل. ومن أهم العادات الجميلة التي يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً هذا الشعب هي عادة الختائم، وتستغل هذه العادة للتزاور بين الأقارب ولختم القرآن الكريم في المسجد ولكثير من أشكال الاحتفال والابتهاج بها. نبقى اليوم مع هذه الحكاية، انتظرونا. وتبدأ الختائم من ليلة السابع من رمضان وبعضها ليلة الإحدى عشر من الشهر، وتتنوع طريقة ونظام الختم فتكون ختم بعقبة، بمعنى أن الليلة ختم في مسجد وغدا البرنامج يكون فارغ، وبعدها ختم في مسجد آخر وغدا فارغ، يكون هكذا غالبا في القرى. أما في المدن قد يكون الختم لعدد من المساجد في ليلة واحدة. وتمتاز مدن وقرى حضرموت دون غيرها بوجود بعض الترتيبات والتنوع الخاص في نظام وطريقة الختم التي تشهد بعض الاختلافات بين منطقة وأخرى، ويكون الختم بالأيام الفردية وليست الزوجية. وقبل وجود الكهرباء في المساجد كان المصلون يأتون إلى المسجد في ليلة الختم حاملين معهم تريك أو كهربان، وهو سراج الإضاءة، فيصبح عندئذ المسجد مضيئاً، وهو ما يعطي للمسجد منظراً جميلاً في تلك الليلة يميزه عن مظهره المعتاد، فيعرف الناس أن الختم في هذا المسجد هذه الليلة. قد يتساءل البعض عن سبب تسمية الختائم بهذا الاسم، والسبب يعود إلى عادة ختم القرآن الكريم داخل المساجد. وتختلف المساجد في ختم القرآن من خلال عدد الأيام، فمنها من يختم القرآن خلال 11 يوماً ومنها خلال 15 يوماً وهكذا. وفي ليلة الختم يردد المصلون في المسجد
بعضاً من الموشحات تحسراً على تسارع انقضاء أيامي وليالي الشهر الفضيل. لنكتمل الحديث عن حكاية الختايم من دون الحديث عن الهزيج الشعبية التي تقال خلال الختايم. لدينا هنا العم ناصر الذي سيحدثنا عنها. عم ناصر، كلمني عن الهزيج الشعبية الموجودة. الهزيج الشعبية الموجودة الآن في شهر رمضان المبارك، أول تبدأ بالأطفال، فرحة الأطفال بين من العصر لما قريب الموت يخرجوا يسمونها حاجة اسمها الختم، ختم الأطفال، يبيعوا الحلويات، يبيعوا السكر، كل يشيك بنته ويصور معها وكل شيء، يشتري لها هدية في الزنبيل وهكذا. وفي نفس اللحظة هذه هو يكون معزوم في نفس الختم، هو ده اللي فيه المسجد، يتعازمون عندنا الأرحام، يشيل تولع عندنا العمو معزوم، إذا عزومة تقع في البيت تفطير فطار وعشاء وأخبار علم ومعاودة وشاهي شاهي، يعني أصحاب سوون هكذا فنانين في الشاي وكل شيء، يمتازون بالشاي. حلو. طيب أهم الأشياء اللي يكررونها والعبارات اللي يقولونها؟ أيوة، العبارات الأطفال هنا يقولون رمضان يا يا حيابه يا بالعشاء في يرابه، وهذه من الأشياء هذه، يا مرحبا بك يا رمضان، هذه للأطفال، ويعملوا زي دورك دورة دارية الكوافي ومش عارف هذه الأطفال. فهذه حاجات من زمان موجودة، من زمان هذه وما زالت إلى الآن. ودخلت حديثة كذا ولا هي مرغوبة. دخلت أشياء عليها أشياء دخيلة. أيوة دخيلة، هذه حق الألعاب الصور ومش عارف، هذه ما نعتادنا عنها. عنا يلعبون إلا دقس بالحصى ولا يعني الأطفال هكذا. الحين دخلت أشياء جديدة لكل وقت مميزاته يعني. للشباب لأن التلفون هذا غير أمور الأطفال كذا. طيب غيرها من الأهازيج الشعبية إيش تاني يكررون؟ الأهازيج بعدين تريع ختومات حق هذا المساجد، بعد تبدأ من بعد العشرة يصلوا التراويح، بعد ما يصلوا التراويح يحضروا يجلسوا في المسجد، يعملوا حضرة، يقروا ما تبارك من القرآن وينشدون نشائد وذا، وبعدين بعد ما يخلص قريب الفلاح يخرجوا برا على المسجد له ساحة كذا، هذا نهاية رمضان يودعوه برمضان، اللي هم في بداية رمضان يرحبوا برمضان، هذا في المسائل. فلكل مناسبة في عبارات مناسبة. أو رمضان يرحبوا به. مثل إيش يعني إيش؟ يا مرحبا بك يا رمضان، يمكن عدود 10 أيام هذا يرحبوا برمضان، وهكذا عندنا تفاطير وعندنا ما شاء الله دنيا زي بساط كثير، تحصل الساحة حق المسجد تمتلئ بالألعاب حق الطيور ذي والطائرات واللي في ساكت والكاكاوات واللي كلهم فرع عاد له واحد جو جميل روحاني يعني. طيب عم ناصر، ما بين زمان والآن إيش تشوف الفرق يعني؟ هل تحس إنه مثلاً انقرضت في أشياء أو عادات يعني ما عادت موجودة في الفترة دي؟ زمان أول الوضع كله بسيط ووضع ومتقاربين الخلق، الآن السكان كثروا والمناطق كانت محصورة. أيوة يعني. لحد إن هذه السوون كان حيط بالجدار تتقفل بعد العشاء الماسي خلاص ما احد يخرج، هذا الكلام على ثلاث سدد يسوون كلها، تكون واحده في الغروب واحده في النيد واحده في الشرق، على حق الغروب وحق النيد عاد انقيان دي واحده اللي هنا خلاص اندثرت يعني معلم، ولحد الان حتى الجدار عاد موجود حق اللي يقفل البلاد هذه موجود ما شاء الله يعني، بس الان انفتح العمران وايد كثير، تعرف حق المشاكل هذه وناس هايرة وجاولة عندنا حضرموت صدرها رحب أكيد بالتأكيد. طيب عم ناصر، بالنسبة للعادة، في عادة حضرمية اللي هي عادة التختيم،
لما يختمون الأطفال، كلمني عنها. أيوة، هذه حالة التختيم يعني أكثر يقوم بها البنات، يعني لا حد زاد مولود يدريو عليه يا فلان زادك مولود، عارف من الكلام ذا، وبعدين يعطيهم بركة الله. يعني للمناسبات محددة. أيوة يعني. هذه خاصة في رمضان يبونها ويذكرون المواليد الجدد، مشان هذه مشان يعطيهم فلوس. إيش من نص؟ إيش من نص يقال؟ اسمه محمد يا زادك ولد، واسمه محمد والحريم مش حير قليل، حير اللي بسيط في رمضان، ما هو يعني بس هكذا كلهم باسمه يعني. فالعادات القديمة لا زالت مستمرة ولو أنها تغيرت. أيوة يعني الحين تغيرت، على قولك منهم بعضهم انقرضت بعض الأشياء القديمة، انقرضت دخلوا فيها أشياء دريون بنات على لحد الآن دارية حق البنات تتمسك. يعني تشوف الأطفال اليوم هل هم بنفس الاهتمام بالأهازيج القديمة أو والله الاهتمام عالم الحين، هو خاصة أنه معه ولد جديد وفي الروح أول ينزل بالأقل نقوده معه ثلاثة أربعة الله يستر، يعني يهمروا حتى في أقريبهم يعني الوضع الاقتصادي والمادي للأشخاص. لكن الابن الأول كلين يفرح به، لأني نقصد يعني من الأطفال هم أنفسهم يعني. أيوة. مشاركتهم في الأهازيج الصغار الصغار تمام، الأطفال عادم نهاية الصغار، لكن الحين كبار ذيلا مع التلفون يعني بقول لك كلهم بالتلفون. طيب عم ناصر، كلمة أخيرة يعني كلمني كيف ممكن إحنا نحافظ على تراثنا، وأعطيني كلمة أخيرة بالنسبة للتراث من ناحية الأهازيج والأشياء الجميلة تكلمت عنها. والله هذه الأهازيج والتراث المفروض إدارة الثقافة والسياحة هذه هي تحافظ عليها، حتى تقيلها أشياء تراثية كذا وتقوم بهاي حتى تخرج تسويها، الحفاظ عليها لأنه حضرموت هي كلها ثقافية حضرمية قديمة، لازم يحافظون عليها حتى ولو شيء يسير من كل شيء قليل قليل، لأنه بعد فترة الشباب أنا أشوفه بينقرض التراث هذا القديم، ولو ولا يبوا من فراغهم كل حايلها مغزاها، إن شاء الله هذه الثقافة لازم تهتم بإذن الله، يبقى تراثنا عامر بإذن الله للأبد ونحافظ عليه بكل الطرق بإذن الله. كان معانا هذا العم ناصر، كلمنا عن الأهازيج الشعبية في حضرموت خاصة في وقت الختايم. شكرا جزيلا. وفي الليلة التي يكون الشخص عنده الختم يحزم أهله وأقربائه، يكون هو ضيف في مسجد آخر في ليلة أخرى عند أحد من أقربائه، وتقوي هذه العزائم التراحم والتقارب والتآلف فيما بين الأسر والأقارب والأصحاب أيضا، وكسب الأجر والثواب في تفطير الصائمين، فالبهجة والفرح تدخل كل بيت يحتفي بمناسبة الختايم، فلا يكاد يخلو بيت في هذه الليلة من اجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء، فيعم الفرح بهذه المناسبة داخل البيوت في الغالب، وتكون فترة ما بين المغرب والعشاء فنجد الشوارع فارغه تماما بسبب العزومات بين الأقارب التي ترتب في ليلة الختم. من بعد صلاة العصر يفترش الباعة الساحات المحيطة بالمسجد الذي يقام فيه ختم القرآن،
ويحتفي فيه الأطفال بالحلويات التي تباع والألعاب التي تعرض وكذلك الألعاب التي يتم تأجيرها حتى يستمتع الأطفال بهذه اللحظة. خلال فترة العصر يستغل الباعة الساحات التي تكون حول المساجد لعرض بضائعهم من ألعاب وحلويات تعد خصيصاً لهذه المناسبة، ويحدد وقت مخصص للنساء ليلاً، عادة يكون ليلاً، للاحتفاء أيضاً بهذه الفعالية الجميلة. في ليلة الختم عادة ما ترافقها طقوس جانبية أخرى كالختام، حيث يقوم الأطفال بمسيرة يجوبون خلالها المنازل في الحي وما جاوره، وعادة ما يختارون المنازل التي يكون فيها حدث جديد، فالبيت الذي فيه مولود جديد مثلاً، أو عروس جاءت إلى بيت ما، أو مسافر جاء من الخارج يعمل له ختامي، فيقوم رب البيت بتوزيع ما تيسر للأطفال كالحلوى أو الحنظل أو الفشار، وتعرف عادة الختام في أماكن أخرى بالوريقة، ويجتمع الأطفال كل عام في مكان وزمان محدد، فيكون وقت العصر هو الوقت المناسب لتجمعهم، وإن لم يكملوا ذلك في هذا الوقت يستكملوها في المساء، فتبدأ الانطلاقة بعد ذلك ليتجولوا بين المنازل مرددين شعارات وأهازيج معينة معروفة. حضرموت الغنية بالتراث المادي غنية أيضاً بالتراث اللامادي من خلال الأهازيج الموروثة من قبل الأجداد. من هذه الأهازيج التي تقال في مناسبات مختلفة مثل الانتقال إلى بيت جديد، أو تقال للعروس الجديدة، أو المولود الجديد، أو المسافر أو العائد للديار. وفي ختام هذه الأهازيج تقال هاتوا ختام الجديدة ولا كسرنا الحديدة، وأيضاً يقال هاتوا قيلة هاتوا حلوة، أي أعطونا المقابل لما قدمناه من أهازيج وإنشاد. وإذا تأخر العطاء على هؤلاء الأطفال يقال لهم هاتوه من فوق السطوح، هاتوه ولا بنروح. وعندما تأتي مناسبة الختايم في مسجد معين يقال تراه جا يا حيابه، تراه جا يا حيابه.
ومن أهازيج الأطفال في الختايم كان يقولوا يا حبيب هاتوا حقنا، يا حبيب لي من ربنا، حتى إذا وصلوا البيت الأول يقولون بصوت عال مرتين أو ثلاث شي ولا ماشي، أي هل يوجد ما تعطونا إياه أم لا، فيأتيهم الجواب. فإذا كان لديهم ما يعطونهم تفتح لهم الأبواب ويدخلون البيت، وهنا يعلمهم أهل البيت بالمناسبة التي يريدون التختيم لها، وقد تكون أكثر من مناسبة. أما إذا كان الرد بماشي أي لا يوجد، يقولون لهم طاق طاق طلقناكم بالمخدة والطلاق، فيذهب الأطفال لاستكمال جولتهم على بقية المنازل. استكمالاً لحديثنا عن الختايم، لدينا الآن لقاء مع الأستاذ غالب الهدار. أستاذ غالب، أهلاً وسهلاً بك. أهلاً ومرحباً. أستاذ غالب، كلمني عن الختايم في حضرموت. طبعاً أول مرحباً بكم في حضرموت. حضرموت هذه محافظة يعني محافظة متدينة، الدين متيدر فيها في كل عاداتها وفي كل تفاصيل حياتها، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. ومن العادات الرمضانية الجميلة في حضرموت وربما في غيرها من البلدان عادة الختائم، أو مثل ما نسميها هنا الختومات، وهي عادة مرتبطة بختم القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هذا شهر القرآن وأنزل فيها القرآن، فالمسلم بطبيعته تزيد اهتمامه بالقرآن تلاوة وتدارسا في المساجد وفي البيوت. وتقام في مساجد حضرموت عندنا ما يسمى بالختومات، وهو أن كل مسجد يحتفل بختم القرآن الكريم في المسجد، ومرتب على أن يكون الختم في ليلة وترية من ليالي رمضان، يعني يبدأ عادة من الليلة السابعة، أو هنا في سيون الآن بعد بعض المساجد ليلة الخامسة من رمضان. يكون العدد فردي. أي يكون العدد فردي، مربوط بأنه ربما تكون ليالي القدر في الليالي الوترية، مثل ما جاء في نص حديث نبوي تمسوها في الأوتار. وأيضا من ناحية الترتيب، يعني ترتيب بين المساجد، يعني يكون هذا في ليلة خامس وهذا في ليلة سابع وهذا في ليلة تسع، وتكون راحة ما بين أيوة المساجد، يوم أيوة راحة. نعم، يكون يوم يسمونه غب الذي ما في خاتم، الليلة الزوجية يكون غب ما في خاتم، الليلة الفردية يكون فيها ختم. ختم القرآن الكريم يتم في المسجد، ارتبط به يعني مجتمع المسجد ما حوالي المسجد. المسجد الذي تحدد فيه ليلة الختم، أهالي المنطقة المجاورة كلها يعملون واجباتهم وعزائمهم لأرحامهم وأصدقائهم في هذه الليلة، من أجل أن يحضروا ويتباركوا في حضور الختم في المسجد. فأصبح جدول العزائم مرتبط بجدول الختائم، يعني بجدول الختائم في الغالب عند في أغلب المساجد، وخصوصا المساجد القديمة هكذا، فتجد حارة المسجد في ليلة الختم يعني مزدحمة مكتظة بالضيوف الذين يأتون في كل البيوت، في تحديد كل البيوت اللي في جوار المسجد وفي حارة المسجد، كلهم لديهم أرحامهم، عندهم عزائمهم في هذا اليوم، تكون كثافة في الحي اللي فيه المسجد اللي فيه الختم. خلينا حدش أول عن الختم نفسه. الختم هو يعني فعالية دينية مرتبطة بقراءة القرآن. إذا كان الختم في ليلة معينة يرتب أهل المسجد من يقرأ الختمة بحيث أنه يختم في الليلة هذه المحددة. ترتبط به على هامش الختم فعاليات فيما تقام في العصرية، مجلس علم في المسجد يسمى الروحة، تقرأ فيه الكتب الدينية بالتناوب، اللي حاضرين يقرون كل يقرأ يتبارك في الكتاب صفحة، يكون يسمونها روحة، فيها من الروحانية
انه متنوع الكلام يسمعونه بين نصائح دينيه بين احاديث نبويه بين حتى بعض احيان مناقب للصالحين وسير للصالحين، فيكون المسجد في العصريه ما يسمى هذه الروحه. ثم في المساء تقام صلاه العشاء جماعه وثم التراويح والوتر، وبعد ختم الصلاة التراويح والوتر تبدأ فعاليات ما يسمى بالختم. بعد ذلك يختمون بدعاء عام، توزع الكتيبات كل واحد يقرأ بشكل فردي دعاء رمضان ودعاء التراويح، ويختمون الختم بأيضا نوع من الذكر عندنا يسمى الحضرة، عبارة عن برضو ابتهالات دينية وقصائد كلها دينية. فأنا استحضرت يعني اللي يختمون بها الختم هذه الأبيات اللي يشلونها، يقولون مثلا يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي أدخلنا في جنة الرضوان، يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي تنفعنا ببركة القرآن، يا سلام سلمنا من عوايق عاقتنا، يكررون يا سلام سلمنا من عوايق عاقتنا، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، كناية عن الشوق لزيارة البيت الحرام. فيختمونها يعني كبار السن وربما حتى من الشباب اللي يحضرونها بقلوب كذا، يعني تكون لها يعني روحانية عجيبة جدا. يختمون في العادة في آخر الليل، يعني يكتمل الختم في حدود الساعة 2 قبل الفجر، وبعد ذلك يخرجون تحت المسجد أيضا ببعض الابتهالات جامع تحت المسجد، ويختمون الفعالية بدعاء. إذن جميل جدا أستاذ غالب، صراحة أخذتنا في رحلة جميلة ما بين الموشحات والهازيج والمظاهر الجمالية المرتبطة في ختام الأمر بجمال الختائم نفسها. شكرا لك أستاذ غالب. الله يحييكم. إضافة إلى نصب أراجيح الأطفال وغير ذلك من المباهج التي تفيض على أجواء المكان بخصوصية المناسبة التي يبتهج بها سكان هذه المدينة، فيصطحب الآباء والأجداد أبناءهم وأحفادهم إلى تلك الساحات وهم يرتدون جديد الملابس الخاصة بهذه المناسبة، وهناك يلعبون ويشترون الحلوى، فتعلو البهجة وجوه الصغار والكبار. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة التي تتحدث عن عادة جميلة جدا للحضارم تدل على ارتباطهم الشديد بدينهم ومحبتهم لهذه الشعائر التي تقام في الشهر الفضيل. حكايتنا لهذا اليوم قد انتهت بتفاصيلها وجمالها، نلقاكم في حكاية مقبلة وإلى الملتقى.